دخلت الإسعافات كولاية الجزائر من النهار اليوم على الساعة 5:32 من أجل حريق في مستودع تابع لمؤسسة سيكا لصناعة عتاد البناء ومختلف العتاد الآخر المتواجدة ببلدية الكاليتيش بحي حيدوسي. المستودع هذا اللي على كل حال مصنوع من الحديد والزنك متربع على مساحة لتقدر بحوالي 800 متر مربع كان فيه بعض الخسائر الطفيفة إلا أنه جزء كبير يعني من العتاد اللي تستعمل الشركة هذه تم الإنقاذ تاعه من طرف المصالح تاعنا الحمد لله بفضل شفاعة التدخل وتم إخماد الحريق نهائيا والقضاء عليه على الساعة 27 دقيقة دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.